مشاريع الوحدات السكنية الإسمنتية انتشرت بشكل كبير على الحدود السورية التركية، لكن ما يميز هذا المشروع عن غيره هو مشاركة المدنيين والمنظمات العاملة شمال سوريا في عملية البناء، حيث يقدم المستفيد بقعة الأرض التي ستقام عليها الوحدة مقابل تكفل إحدى المنظمات ببنائها. خففت هذه الأعمال بشكل كبير الأعباء المترتبة على الأسر السورية المهجرة ضمن مخيمات منتظمة والتي تشبه بشكل كبير المنازل الصغيرة. واشترينا نحن أرض، كل شخص مدني اشترى شقفة أرض وفرشونا إياها وبلشونا من الصفر. نحن الآن شعب صفينا معدومين، ما لنا قدرة أنه نشتري ونبلش من الصفر ما بين أساسات وتمديد صحي وهيك شغلات. طبعا المشروع ككل حاليا رح نوصل للألف أسرة إن شاء الله. هذا المشروع الحالي حاليا 138 أسرة، أما المشاريع السابقة اللي قامت فيها جمعية التعاون الخيري بالإضافة إلى المنظمات المساعدة لنا والمشاركة لنا في هذه المشاريع قرابة الألف أسرة. من القماش إلى الحجر، ربما هي أمنيات كثير من المهجرين شمالا بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالخيام القماشية مع أول عاصفة مطرية، حيث تعتبر الوحدات الإسمنتية الأقل ضررا خلال فصل الشتاء، وتتألف من غرفتين ومرافقها أو غرفة واحدة ومرافقها، وتعتبر ذات كلفة بسيطة تتراوح ما بين 500 إلى 600 دولار. وأهم ما يميزها شبكات الصرف الصحي التي غابت في المخيمات العشوائية. في فرق أخي، في فرق كتير بينتين. هاود مخدمات جيدا، يعني هاود بناء كأنه بناء نظامي، يعني كأنه بناء عم نصب الأرض صب كويسي ومنعمر عمار ومنليس وعم نحط زقف عوزي العوزي الكويس وشادر. بينما هاوديك عم نجي بنصبين في التراب، الدنيا شتاء وحل، في الصيف غبرة. هاوديك مهن متخدمات، هاود متخدمات، هاود في تخديم صرف صحي، هاود في طرقات مفروشة بحص، يعني اللي ساكن فيهن إن الحمد لله ما بيصيبوا أي عوائق. منظمات عديدة بدأت بالفعل بتشييد وبناء العديد من القرى الإسمنتية كبديل عن الخيام القماشية، إلا أنها لا تزال محدودة العدد ولا تكفي أعداد المهجرين شمال سوريا الذي تجاوز عددهم 1 مليون شخص. لاقت هذه الوحدات السكنية قبول المهجرين واعتبروها أكثر أمنا من الخيام القماشية، خاصة خلال فصل الشتاء، ولأنها ربما تحوي على الحد الأدنى من مقومات الحياة. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، الحدود السورية التركية. أكيد يا إبراهيم، هي أفضل لأهلنا سواء كان بالصيف أو حتى بالشتاء. هذا من أكثر الأخبار المفرحة اليوم رغم حزننا على زميلنا بهاء. والحديث أكثر عن توزيع المساعدات شمال غربي سوريا وكذلك الكتل الإسمنتينية الجديدة التي يتم بها استبدال الخيام في منطقة باريشا، معنا معد هذا التقرير وهو إبراهيم السويد. أهلا بك إبراهيم بداية. نعم، مساء الخير. قامت منظمة بناء الإنسان العاملة في الشمال السوري بتوزيع قرابة 400 سلة غذائية على المهاجرين، حدثنا أكثر عن هذه المبادرة، هل كانت كافية لجميع أهلنا في المخيمات؟ هل سوف تكون هناك إتمام لهذه العملية أو لهذه المبادرة؟ نعم، يعني حقيقة في الفترة الأخيرة يعني عدة منظمات بناء عاملة في الشمال السوري قامت بحملات يعني محلية، يعني تعتبر نوعا ما هي صغيرة يعني مقارنة بحجم الأعداد والكثافة السكانية هنا المتواجدة على الحدود السورية التركية. طبعا بناء الإنسان إضافة إلى فريق ملهم التطوع وعدة منظمات قامت بحملات تقريبا بحوالي بشكل يومي أو يوما بعد يوم تقوم هذه الحملات ضمن المخيمات هنا الحدودية. طبعا الاستهداف في الأمس كان من منظمة بناء الإنسان إلى مخيم محمد الفاتح ومخيم العزيزية على الحدود السورية التركية. قرابة 400 عائلة استفادت من هذه التلال الغذائية. سبقه طبعا منظمة ملهم أيضا في نفس المكان استهدفت بعض العوائل أيضا بمادة الفحم الحجري للتدفئة. تقريبا يعني على عدة دفعات يتم استهداف هنا المنطقة. طبعا المنطقة تحتوي على أكثر من 15 مخيما ما بين عشوائي وبين منتظم، لكن التجمع الأكبر هو تجمع مخيمات كفرنبل أو كما يعني تسميه هنا في المحلية مخيم المدينة المنورة ومخيم محمد الفاتح والعزيزية. قرابة 1000 عائلة متواجدة هنا
في منطقة جبال الباريشة، معظمهم طبعا من المهجرين من مناطق ريف إدلب الجنوبي ومدينة كفرنبل والقرى المجاورة لها. طبعا الاستهداف كان على عدة دفعات، في الأمس كان الدفع قرابة 400 عائلة. هناك أيضا وعودات باستهداف العوائل المتبقية في هذه المخيمات، مخيمات أخرى عشوائية كانت أيضا استهدفتها جمعية التعاون الخيرية أيضا العاملة في جبال باريشة طبعا بمادة البيرين للتدفئة، إضافة طبعا إلى مادة الفحم الحجري في عدة مخيمات. لكن حقيقة كل هذه الحملات إبراهيم يعني كل ما يمكن تقديمته لأهالينا اليوم في فصل الشتاء، وهناك شعور بالتقصير ربما لضخامة الحاجة التي يحتاجونها. ما أهمية هذه المبادرات اليوم في سد رمق المهجرين في مخيمات شمال غربي سوريا، خاصة وأنهم كما ذكرنا يشهدون أصعب الظروف الإنسانية؟ نعم، يعني حقيقة هذه المساعدات يعني تعتبر هي طارئة من قبل هذه المنظمات العاملة هنا في شمال سوريا. يعني عندما نتحدث عن فريق ولهم قدم تقريبا قرابة 400 كيلو من الفحم الحجري، طبعا هذه المادة سدت ربما يعني حاجة المهجرين هنا ضمن تقريبا ما يقارب حوالي 20 يوم من مواد التدفئة. لكن حقيقة بشكل عام الأهالي دائما تناشد المنظمات الإنسانية هنا نتيجة يعني الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها. صحيح. إضافة إلى الإمكانية العالية، اليوم نتحدث عن قرابة 1304 مخيمات متواجدة فقط، بس المخيمات العشوائية قرابة 400 مخيم عشوائي. جميع هذه المخيمات تناشد بشكل يومي هذه المنظمات العاملة هنا في الشمال السوري طبعا لتوزيع المواد الأساسية. بالأمس أيضا كانت هناك مناشدة من مخيم هنا بالقرب من جبال باريشة، أيضا مخيم قرقانية لمهجرين من ريف إدلب الجنوبي. هذا المخيم تقريبا من حوالي 6 أشهر لم تدخله أي مساعدات، وطالبوا منا نحن كفريق تلفزيون سوريا أن نرسل هذه الرسالة يعني عبر شاشة. نتمنى من كل المنظمات التي تقوم باستماعنا الآن أن تتوجه إلى هذا المخيم وتغطية كل ما يحتاج من أهلنا في تلك المخيمات. إبراهيم، في سياق متصل لوضع أهلنا في المخيمات، عدد من المنظمات قامت ببناء وحدات سكنية ضمن أراضي خاصة شمال إدلب، يعني وصلت نحو 1000 وحدة كما تحدثت في التقرير. حدثنا أكثر عن هذا المشروع، وهل سوف يكون هناك أعداد أخرى لهذه المشاريع في المستقبل القريب؟ نعم، يعني حقيقة نحن الآن في أحد المخيمات بالفعل الخلفي هنا الذي تم بناؤه طبعا على شكل وحدات سكنية إسمنتية. طبعا عدة منظمات شاركت في عملية البناء، لكن طريقة ربما البناء كانت مختلفة قليلا يعني نوعا ما عن الطريقة المعتادة أن المنظمات تقدم كل شيء. لكن الأهالي بالفعل قاموا بشراء بقعة الأرض التي نتواجد بها هنا على عدة مقاسم، المقسم الواحد كما يسميه الأهالي هنا هو لبناء غرفة أو غرفتين. يعني حقيقة المقسم يعني تكلفته بالنسبة لشراء الأرض ما يقارب $250 إلى $300، ثم تقوم المنظمات العاملة هنا بالتكفل ببناء وفرش هذه المقاسم، إضافة إلى يعني وضع العوازل المطرية. لكن يعني هذه المقاسم يعني ثبتت في الفترة الأخيرة وخاصة في الهطولات المطرية الأولى التي شهدتها المخيمات كانت هي الأقل ضررا بالنسبة للمخيمات العشوائية، كونها تمتلك يعني شبكات الصرف الصحي. اليوم نتحدث عن أن المياه لم تعد تتجمع بين القيام أو تتسرب بشكل كبير إلى داخل هذه القيام. طبعا هي ربما أكثر أمنا في حال بنيت بشكل سليم على أرضية سليمة، وتم تصريف هذه المياه باتجاه خارج يعني هذا المخيم. تقريبا حتى الآن ما تم بنائه في منطقة جبال باريشة قرابة 1000 وحدة سكنية شاركت فيها عدة منظمات، جمعية التعاون الخيرية، منظمة ملهم، إضافة إلى منظمة بناء الإنسان، وعدة يعني جمعيات محلية هنا في الشمال السوري شاركت في هذه العملية. حتى الآن هناك أيضا قرية صغيرة تبنى من قرب من هذا المكان، هي قرية هذه حياتي لأيضا أحد المنظمات تقوم ببنائها، وهي أيضا يعني وحدات سكنية لكن مسقوفة بمادة الإسمنت. هي يعني ربما تكلفتها تكون أكبر من العوازل المطرية التي توضع في الوحدات السكنية. يعني هذه إبراهيم، هل تم إحصاء ربما عدد العائلات التي يمكن أن تستفيد من هذا المشروع؟ نعم، يعني تحدثنا من تقريبا بالأمس مع منسقو الاستجابة حول الإحصائية الدقيقة لعدد هذه الوحدات السكنية أو كم تشكل بالمئة من المخيمات المتواجدة هنا. تقريبا هي بشكل يعني 10% تمثل من كافة المخيمات، من قرابة 1300 مخيم، هي 10% فقط التي تكون هي عبارة عن وحدات سكنية إسمنتية.
طبعا هذه 10% ليست الكل يعني مقدمه من قبل المنظمات، فقط 4% او 5% تقريبا بحسب منسقو الاستجابي هي من قبل هذه المنظمات بشكل كامل، لكن الباقي هذا العدد هو افراد قاموا بشراء هذه الاراضي وبناء هذه الوحدات الاسمنتيه بتكلفتهم الخاصه هنا. ومن المعروف يعني في هذه المنطقه على الحدود السوريه التركيه هذه الوحده السكنيه الان يعني تكلف ما قرابه ما بين ال $500 الى $600 يعني بكل غرفه. لا الوحدة السكنية الواحدة، الوحدة السكنية الواحدة تقريبا يعني هي لكل شخص شو يعني كم غرفة شو مخصص له؟ نعم النوعين من الوحدات السكنية، النوع الأول هو غرفة واحدة مع منافعها، النوع الثاني هو غرفتين ومنافعهم. الغرفة الواحدة تقريبا تكلف ما بين $350 إلى $400، أما الغرفتين مع منافعهم تكلف ما بين $500 إلى $600 تحديدا، يعني بحسب المتعهد الذي التقينا به بالأمس الذي يقوم ببناء هذه الوحدات السكنية. أكيد نتمنى من كل المنظمات أنه تعمل هذه الخطوة حتى أهلنا يشعروا شوي من الدفء في ظل هذا الشتاء القارس. بدي أتشكرك، كنت معنا مراسلنا إبراهيم سويد من ريف إدلب، شكرا جزيلا لك.